أهالي مخيمي أبناء الغاب وتجمع العزي بقرية كفرحوم غرب حارم. تعرضنا امبارح بعد الظهر لأمطار غزيرة فتشكلت سيول كثيرة، وإجت السيول على المخيم جرفت معها كمية كبيرة من الأتربة وأدت إلى طوفان في الخيام. وطبعا نحن صورنا ونشرنا هالشيء على معظم غرف الأخبارية، وفي عندنا مثل ضعف شديد في استجابة المنظمات في تلبية هكذا مواقف. شنو ما شفنا الا جت علينا هالمي، يريد نعرف نروح، راحت مونتنا، راحت اغراضنا، ضلينا بهدومنا، ما ظل عندنا شيء لا نشكر ناكل ولا نشرب. تعال شوف هم بيوتنا، تعال شوف هم من لا ميه لا شيء، تعال تفرج جنب عيونكم. لا انا قلت راح على النظام.